احمد بصراحه يعني انا اعرفك طقها بالوي، ما نشوفك مع الشلاليه والجروبات، يعني ما نشوف احمد محسوب على فلان وعلى انتان، احمد بروحه يدخل مع هذا ويشتغل مع هذا. من اول ما دخل المجال، اول ما دخل ما كنت اشوفه بجروب. ليش يا ابو سليمان؟ انا مؤمن ان الفنان لازم يكون حر طليق يشتغل مع الجميع. حلو. لما تنحسب على شله او تصير من ضمن فريق فيها وايد ايجابيات وفي نفس الوقت فيها سلبيات. طبعا ايجابياتها ان انت دائما تعمل وتكون دائما حاضر في ذهن الشركه المنتجه او الفريق نفسه، اصلا تخططون حق الاعمال القادمه وانتم في نص العمل وانتم قاعد تشتغلون تخططون حق اللي معك فريق، لان انتم فريق واحد. هذه احد اهم المميزات اللي تخلي الواحد يستمر في العمل. واحده من اهم السلبيات من وجهه نظري التكرار الممل. انا اشوف نفس الفريق في كذا عمل كذا عمل كذا، ما قمت افرق اصلا الاعمال عن بعضها البعض. عندي هذه وجهه نظر كمشاهد الحين مو كفنان. انا احب اشوف وجوه تلتقي على الشاشه ما تكون محروقه او ما شفناها قبل مع بعض او نادرا ما نشوفها او شفناها قبل سنين طويله مع بعض. انا مع هذا الموضوع، احب الكادر يكون من ملي ناس ما التقوا. يعني انا مثلا يوم التقينا مع بعض انا وياك في عدرة مسلسل عدرة، اي صار لنا سنين مو ملتقين، الكادر حلو انا وياك فيه صار لنا سنين ما شفنا جديد. كادر مثل هذا صح. انا مع شجون الله يمسيها بالخير من سنين ما اشتغلنا، من كانت شويه صغيره التقينا في عذره مثلا على سبيل المثال يوم لما طرحناه كمثال. انا مع هذا الموضوع ومن زمان. يعني انا انعرض علي احتكار رفض، انا انعرض علي تكرار اعمال وكاركترات رفض وما زلت ارفض، مع انه وهذا ممكن يضرني ويقلل فرص عملي يخليني ما اكون متواجد بشكل مستمر، بس هي قناعه وايمان مطلق وانا مشبص فيه. انت كده